كابتن حمادة الروبي، عملاق افريقيا في حراسة مرمى نادي الزمالك، وبنرحب بيك في موقع في الجول دوت كوم. ونحب نتكلم اول عن تدعيمات فرقة كرة اليد، وشايف الموسم الجديد ازاي وبطولة الدوري وامالكم لو حصل وشاركتوا في افريقيا. طبعا اهلا بك في نادي الزمالك، واهلا بالموقع في الجول في نادي الزمالك. وبالنسبة للتدعيمات، احنا كنت كابتن ايمن اللي هو المدرب العام، كنا في تونس لسه راجعين بقى من 6 شهور، جينا على فرقه نادي الزمالك. كانت الفرقه اوريدي اتسجلت، وكانت عناصر، وكنا جينا لقينا عناصر موجوده ما كانش ينفع نتكلم فيها، كان خلاص اوريدي القايمه اتقفلت. فكملنا السنه اللي فاتت بالمجموعه اللي كانت موجوده، فالحمد لله ما نزلناش درجه تانية، عملنا مستوى الى حد ما يعتبر كويس مرضي بالنسبه لنا مش بالناشئين، لا هم كانوا عناصر يعتبروا زي رديف الانديه، يعني مش ناشئين، لا لعيبه كويسه، بس هم كلهم من الانديه، كل اغلبيه اللعيبه دي كانت الانديه مستغنيه عنهم. فالحمد لله جينا وكملنا المسيره بتاعت دكتور ممدوح هاشم وكابتن قاسم، كانوا هم اللي ماسكين الفرقه، هم اللي جمعوا الفرقه، جينا كملنا احنا على شغلهم، الحمد لله عملنا مستوى كويس وطلعنا سادس الدوري، فما صرعناش على الهبوط. بس طبعا كان الهاندبول في نادي الزمالك الطبيعي ان ما بتبقاش دي نظرته، يعني الهاندبول في نادي الزمالك على مستوى مصر او على المستوى الافريقي مش الفرقه دي ما تلبش طموحات الهاندبول جوه نادي الزمالك. فعشان كده السنه دي خدنا قرار ان احنا محتاجين الفرقه تتغير، ندعمها، ولقينا اقرب طرق ان احنا ممكن ندعم الفرقه ديت لعبتها. يعني لما كابتن ايمن قعد معايا ومع كابتن قاسم وقعد مع الجهاز كله، لان احسن طريقه ان احنا ممكن ندعم بيها الفرقه دي اللي هي اللعيبه بتوع الفرقه اللي هم اللي فاهمين يعني ايه نادي الزمالك، عارفين قيمه نادي الزمالك. فالحمد لله قدرنا نتوصل لاتفاقات مع احمد الاحمر، مع ممدوح هاشم، مع كريم هنداوي، مع علي هشام، مع لا مجموعه لعيبه، مش عشان التدعيمات بتوع الانديه، لا احنا ما ننساش اسم من اسماء، فمش هقول كل الاسماء، بس كلهم اللعيبه طبعا على مستوى عالي، لعيبه في ليفل ايه، يعني كله، يعني احنا عندنا متقسمه كده اللعبه دي بتلعب ليفل ايه، كلهم لعيبه ليهم وزنهم جوه الملعب. وان شاء الله ان شاء الله بتجميع اللعيبه ديت بشغل الهاندبول اللي هنوصله لهم، الجهاز كله هيوصل اللعيبه ديت، فان شاء الله السنه دي ان شاء الله بنامل ان احنا نكون في ابطال مصر ونخش ونلعب افريقيا ان شاء الله، يعني بنامل في كده. لو هترجع تلعب تاني هاند بول وهتقف حارس مرمى، مين الستة اللي هيلعبوا قدامك اللي هم يعني على مدار تاريخ مصر اللي انت شفته؟ انا بصراحه انا كنت محظوظ، يعني انا عن نفسي كنت محظوظ ان انا لعبت مع لعيبه كتير، يعني في اجيال كتير، لان لعبت في اجيال كتير، كل الاجيال لعبت معاهم محترمين. يعني مثلا ما اجيب لك يعني اجيال بأمانة الله، يعني هي تعتبر من ضمن الاجيال اللي عملت اسم الروبي، يعني ساعدوني ان انا ابقى كويس. يعني لو هجيب لك مثلا من زمان، يعني هنرجع من اول احمد العطار، من ايام سامح عبد الوارث، بعد كده بنخش في محمود حسين، وبنخش في كابتن ياسر لبيب، في اشرف عواد، جوهر نبيل، بتخش في لعبت هنا بقى في الزمالك، لعبت مع احمد هتلر، لعبت مع ايمن صلاح، لعبت مع حسام غريب، لعبت مع محمود وحسن يسري واحمد الاحمر، ريشة، ايهاب محسن، لا لعبت اجيال ده كله، انا اسماء البواك دي كلها الاسماء، لا دي اجيال مختلفه، فالناس دي كلها اضافت لي بصراحه، يعني الاسماء والاجيال دي كلها اضافت لي. سته صعب، لا سته صعب، لان يعني كل 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 فتره كانت لها لعيبتها، يعني كل فتره لها لعيبتها. لكن انت هتكلمني بقى عن لعيب مش هكلمك بقى عن لعيب، لا ده من وجهه نظري انا الصغيره جدا اللي ممكن ما كنتش بفهم في الهاندبول، اللي هو على مدار مصر انا بحترمه كلاعب هاندبول، جه احمد الاحمر، يعني ده ممكن تكون وجهه نظري غلط، ممكن الناس تزعل مني، بس خلاص انا شايف كده، يعني شايف ان احمد الاحمر يعتبر من فلتة في اللعب اللي احنا يعني هم كانوا ثلاثه مثلا ممكن نقيمهم على مستوى مصر، سامح عبد الوارث، حسين زكي، احمد الاحمر. انا لما هاجي اقرر قرار انا الشخصي، لا انا شايف ان احمد الاحمر كفته ترجح بالنسبه لي، بس في تاريخ اللعبه، في تاريخ اللعبه، في تاريخ كل اللي لعبت معاهم. بالنسبه لحسين زكي، فين حسين زكي؟ هو حسين زكي يتمنى ان هو يرجع وسطينا نادي الزمالك تاني، هو دي ده بيتمنى، بس هو حسين زكي طبعا مرتبط بعقد في الامارات، مرتبط عقد في اهلي دبي، فبرضه مش هيقدر هم هناك مش هيستغنوا عنه، وهو برضه تعليم اولاده هناك وقلب حياته كلها هناك في دبي، فبرضه بالنسبه له القرار ان هو يرجع تاني صعب. بس حسين زكي اذا دخل مصر اي وقت ما اظنش ان حسين زكي هيفكر بره حدود نادي الزمالك، يعني
طبعا هو انا بهدي طبعا بهدي الموقع في الجول بهدي له تحياتي وزوار الموقع طبعا بشكرهم جدا ان هم متابعيننا ومهتمين بلعبه كره اليد اذا كانوا زوار ولا القائمين على الموقع ديت. ده شكر مني خاص ليهم كلهم ان هم عاملين مجهود ان هم يجوا يصوروا في لعبه شهيده تعتبر في مصر من ضمن الالعاب الشهيده كره اليد. فطبعا ده مجهود كنت احب ان اشكرهم عليه يعني.